أهلا بكم من جديد إلى صدى الأسبوع. حذرت دراسة حديثة من أخطر البكتيريا التي تحملها العبوات والعلب البلاستيكية المستخدمة بشكل متكرر في اليوم أو ما يعاد تعبئتها والتي قد تستخدمها يوميا ولعدة مرات. ووجدت هذه الدراسة أنها تحمل كميات كبيرة من الجراثيم قد تتسبب في الكثير من الأمراض. نتابع. في الوقت الذي تحذر فيه العديد من الدراسات والتقارير الدوليه من خطوره القوارير البلاستيكيه المستخدمه والمعاده التعبئه، نظرا لما تحتويه من جراثيم والمسببه للامراض، تنتشر في العديد من المطاعم والكافتيريات هذه القوارير، ويتم استخدامها بشكل يومي. الامر الذي يستدعي تخوف الناس منها. هذه القوارير يعني مخلفات، ترقموها بين الزباله، بالاماكن يعني القذره. فيجزعوا هذا من الناس اللي ياخذوا هذا من اللي يلقطوا القوارير فياخذوها من بين القمامه وبين الزباله ويقوموا يستخدموها مره اخرى ويطرحوا في مثلا شاهي او اشياء اخرى وهذه تسبب مضارة كبيره على البيئه وعلى السكان وعلى المواطنين في الانسان تسبب لك مرض سرطانات واشياء اخرى. ان حي الصحيه لأنه لان بلاستيك يعني مثلا واحد استخدمه ورماه في الشارع وانت تشلها وتستخدمها ثاني مره ويمكن استخدامها الصحي يمكن لو مره واحده او يمكن يعني لو ما تستخدم فيها حاجه حامي ترجع يعني تتفاعل مع البلاستيك ويسبب لك مرض ولا يسبب لك الله اعلم احنا استخدمنا في اليمن يعني استخدام عشوائي لا يقتصر الامر فقط على استخدام هذه القوارير بل ايضا الكؤوس البلاستيكيه التي تستخدم للمشروبات الساخنه وهو شيء له العديد من المخاطر ايضا او كما اوصى بذلك المختصون الذين اكدوا ان ذلك يحدث بسبب غياب الوعي بالدرجه الاولى لدى المستهلكين وايضا في ظل غياب الرقابه استخدام قوارير المياه او قوارير الذي تباع المياه الذي تباع فيها الشاهي او العصائر في البوفيات مباشره طبعا هي مخالفه ونحن نعمل على توجيه الاقسام بصوره مستمره انه يمنع اصحاب البوفيات من استخدام هذه القوارير اولا لعدم التاكد من نظافتها ثانيا لان القوارير البلاستيكيه عندما تبرد زياده او تسخن زياده الماده البلاستيكيه او البلاستيكي فريز ماده الديوكسين اللي هي مضره وممرضة وقد تكون مسرطنه الاستخدامات المتكرره للقوارير البلاستيكيه يمكن ان تعرض اجسامنا للعناصر المسرطنه التي لا يقع خطرها الا بعد اعاده استخدامها بعد فتحها وتفريغها للمره الاولى نتيجه احتوائها على ماده البولي اثلين والرساله هنا موجهه لكل من لا يعرفون ذلك بمحاوله تجنبها للحفاظ على سلامتهم فدرهم وقايه خير من قنطار علاج في مجالات مختلفة تتحول الهوايات لدى الكثير من الناس إلى مهنة ووسيلة دخل، ومن هذه الهوايات الخياطة التي تحمل في طياتها معاني الصبر والثبات في ظل الحياة المعيشية الصعبة، لكنها تواجه بكثرة استيراد الملابس الجاهزة وعدم تشجيع هذه الفنون والهوايات والإنتاج المحلي. التقرير التالي يلقي الضوء على هذا الفن غير المشجع. هذه المعامل التي أصبحت مساحة مصدر رزق الكثير من الأسر اليمنية ومجالا آخر لإطلاق الهواية أشكال وتصاميم أنيقة توثق إبداع المواطن اليمني أمام تواكب الموضات والماركات العالمية فلكل إنسان هواية فأخذ البعض الآخر يطور هذه الهواية حتى أصبحت مهنة ومصدر رزق ومن هذه المهن مهنة الخياطة العاملين في الخياطة لو جيت تشوف انه اكثر الاسر العاملة بالنسبة للفتيات ونساء وفي البيوت في كل مكان مصدر رزق اساسي في الخياطة لا تريد دراسة. الخياطة ما تريدش انك تكون خريج حتى لو انت ابكم تريد فهم ويد وتاخذ تاخذ كل الفئات. في الخياطة يعني هي مهنة. يعني تعلمنا فيها بدأنا في الشغل هذا من العام 94 84. 84 تمام وما زلنا يعني نزاول المهنه هذه ما عاد نشتغل اي شغله غيرها الخياطه مهنه يدويه حرفيه تحمل في طياتها معاني الصبر والخبره والثبات في ظل الحياه المعيشيه الصعبه لكنها اليوم تواجه بكثره استيراد الملابس الجاهزه وغياب تشجيعها كمهنه وهوايه وانتاج محلي تنوعت الانواع يعني نوع الاقمشه نوع الطلبات ايضا في هناك طلبات جديده يعني كل سنه تظهر طلبات جديده معينه في الخياطه فقط لا غير يعني بالنسبه للدعم ما في اي دعم من الحكومه يعني بس الاستيراد فعلا يؤثر علينا اذا كان الاقمشه غير موجوده فبتاثر طبعا على طلب رغبه الزبون يعني مثلا الزبون ما يلاقش طلبه يعني داخل المحل فبياثر على العمل يقل العمل مثله كمثل العديد من القطاعات التي تضررت بسبب الوضع الراهن واجه قطاع الخياطة مصاعب جامة تارة في ارتفاع المشتقات النفطية وتارة أخرى في غياب الكهرباء الأمر الذي استدعى ضرورة اللجوء إلى طرق جديدة للتغلب على تلك المصاعب وهو ما قام به الحاج محمد بتوليد معمله عن طريق الطاقة الشمسية بعد معاناة كثيرة الفكرة أجت هي من البداية من معاناة أولا لانعدام الديزل والكهرباء معدومة تماما مئة في المئة والعمال يشتغلوا فكنا نعاني بتكلفة الديزل أولا لم نجده ثانيا من الغلاء ثالثا جلست فترة طويلة جدا إننا كيف أشتي أعمل حاجة بالطاقة الشمسية كنت أتمنى ولو شغلت حتى خمس مكينات جلست أسأل أغلبية المهندسين طبعا أصدقائي قلة وعزة كل واحد يعطيك فكرة يقول لك ما فيش انفرتري خاص بالمكاين خاص بالمزارع فالعملية الهندسية والدراسات أمام التجربة والواقع تنعكس أحيانا فيقول لك كم مقدار الوات للمكينة تقول له مثلا 400 وات تقول له كم بتشغل تقول له بشغل 25 مكينة طيب كم الزمان تقول له الزمان أشتيها مثلا من 8 صباحا إلى الظهر 9-12 لو بتشغل 20 مكينة يشتي لك حوالي خمسة وسبعين لوح خمسة وعشرين ماكينة بخمسة وسبعين لوح من ثلاثة ما بتحصل فين بتطرحهم وقفت تعال نقرب قربنا نجحنا بالخمسة الأولى تعال نضيف خمس أضفنا خمس نجحنا تعال نضيف خمس أضفنا الخمسة الأخيرات نجحنا طيب ليش ما نضيفش كمان خمس وصلنا إلى خمسة وعشرين بعدد بطاريات ما يتجاوز يعني حوالي ثلاث ثلاث يعني حوالي سبع بطاريات ب وخمسين فن الخياطة اليدوية يعود إلى ألفين عام من الزمن كأقدم مهنة في السابق. وها هي اليوم تتغلب على قسوة الحياة بإنتاج أناقتها في الأسواق. رغم كثافة الاستيراد الخارجي وغياب الاهتمام بها كونها إنتاج محلي. اختتمت الثلاثاء الماضي فعاليات وأنشطة إعلامية بعنوان نشاط جيل إعلامي وتمربطة وسياسات بديلة باستعراض النشاط الإعلامي خلال عام ونصف والذي نفذه منتدى التبادل المعرفي على شاشة القنوات اليمنية من النادر وجود برامج أثرت في الجماهير وخلدتها الذاكرة وقليلة هي البرامج المرئية أو المسموعة التي تفوز برضا المتابعين ربما لأسبقيتها في فكرتها والتجديد في عرضها شكلا ومضمونا بينما مئات البرامج تحشر في زوايا النسيان فأصبح البحث عن الجديد في الفكرة والكادر وأسلوب الطرح ضرورة وهذا أبرز ما دعت إليه فعالية جيل إعلامي جديد أقامتها مؤسسة بسمانت الثقافية بصنعاء الفترة الأخيرة مثلا أصبحت البرامج نسبيا ما فيهاش تجدد ما فيها شيء يلمس الشباب ما فيها جراءة لطرح قضايا مهمة جدا في المحيط العام للمجتمع فجت الفكرة أنه نجمع الإعلاميين مجموعة شباب إعلاميين ما قد شاركوش قبل في برامج إعلامية يكون عندهم أفكار أنه ممكن كيف نطبقها بشكل يكون فني يكون حواري يكون جديد يكون جريء يكون كوميدي بحيث أنه تطرح انطباع عند الناس بالتجدد وتطرح القضايا بشكل ملائم انه المجتمع يتقبلها ويتاثر بالقضيه والحلول اللي ممكن تطرح في البرنامج مشكلة المرأة الإعلامية في اليمن إنها تكون تطالب بموضوع أو تطالب بشيء وبالأخير زي اللي تيأس وخلاص ضاع الموضوع ما عاد تدورش عليه قلة ما فيش قراءة إنها تطالب في الموضوع تخوف من المجتمع تخوف من يعني الكلام اللي ممكن تواجهه في أو الصعوبات اللي ممكن تواجهها تخلي المرأة خلاص توقف بس في إعلاميات كثير ناجحات ورائعات وما ننكرش هذا الشيء طبعاً تفقد الوسيله الاعلاميه السيطره على جذب متابعيها لعدم مواكبتها برامج العصر التي اثبتت ان شريحه واسعه منهم ترغب في مشاهده برامج اكثر جراءه وشجاعه. برامج تعتمد على الابتكار في الافكار والتقنيه. وبعض من هذه البرامج التي تسعى للتجديد في الوجوه والفكره عرضتها المؤسسه في الفعاليه. النشاط هذا احنا حاولنا نجمعهم ونعرفهم على بعض قسمناهم مجموعات وريناهم مجموعه من التجارب اللي موجوده في العالم برامج ناجحه بامكانيات جدا بسيطه لكن مؤثره مؤثره جدا فاحنا حابين يعني ما نقولش نحن نثور على نثور على, على الاعلام التقليدي لا احنا ايوه احنا حابين ناثر في خريجين اعلام كثير منهم بنات وعيال يعني كميات هائله بس عاده نحن نشوف انه في العمل الاعلامي الرجل اكثر ظهورا ممكن تكون العادات والتقاليد اللي تكبت المراه ان تبدع وتجيب افكار وتناقش وتخرج وتتصور كمخرجه كمعده كمذيعه يعني اعتقد ممكن تكون العادات التقاليد هي اللي تكبح هذا الشيء، بس كامراه فعلا في نماذج النساء يعني في اليمن في الاعلام بشكل يعني ظهروا بشكل كبير جدا، بس مع ذلك مش ظاهرين كذا، بس اتمنى انه يظهروا من من تتاح الفرصه من خلالكم انتم. تظل الفرصه في الظهور والتجربه، وما تنتظره وجوه اعلاميه جديده، وهي دعوه وجهها المشاركون في الفعاليه الى القائمين في القنوات اليمنية. واتاحه الفرصه لجيل اعلامي متجدد رغم ما تعيشه البلاد من ازمات وما يتكبده المواطن اليمني من معاناه مختلفه الا ان الامال ما تزال قائمه تجسدها الرغبه في الحياه واستمرارها ومن ذلك ما تشهده العاصمه من انتشار لمشاتل زراعيه لبيع الاشجار والزهور بانواعها تتوسع الحرب في اليمن وتطول فصولها لدرجه انه يتوقع كثيرون ان اليمنيون سيموتون واقفين ولكن الامر يبدو عكس ذلك تماما فاليمنيون كلما توسعت دائره الصعوبات في الحياه كلما توسعت دائره تفاؤلهم وتمسكهم بالامل بقدر تمسكهم بحقوقهم في الحياه من يريد ان يتاكد من ذلك فلينظر الى صوره هذه الطفله الصغيره التي تقطف الورد من احدى المشاتل الزراعيه. وتقوم باشتمام روائحها مطلقه ابتساماتها العريضه للورد وليس للكاميرا. فالمشاتل الزراعيه ما تزال تبيع الورد والاشجار. والناس يقبلون عليها وهذا اكبر تكسيد لامل اليمنيين وتحالفه معهم. رمز الحياه. هي رمز الطبيعة وفيما معنى الحديث الذي يقول إذا قامت القيامة في يدك شجرة فغرسها هذا هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث أنه يتفائل تفائل اترك التشاؤم الشعب اليمني ما زال متفائل بالخير وإن شاء الله إن شاء الله ستفرج ما دام الناس اشتروا الورود الناس يتفائلوا بالخير أصحاب المشاتل الزراعية أكدوا هم الآخرون على تمسكهم بالأمل حتى ولو أن الأمور تراجعت في البلاد ضروري نقاوم ضروري نحن لان احنا اصحاب مشاتل ما نيبس حاجه النهاية اذا لا يبسنا الشجر وغيرنا يبس وغيرنا يبس ما ينفعش يعني تهلك نصرة الشجر الناس يعني لا متفائلين بالخير ولا هم ولا هم كلفين الحمد لله الخير موجود كل شيء والزراعه مستمره ويعني العمل واصل مثل ما كل يعني كل شيء على ميره. ما يرام ما بيش ولا حاجه أغلبية من التقيناهم بالقرب من المشاكل أو أولئك الذين استوقفناهم في الشوارع من أشخاص عاديين أو عمال أو غيرهم يتحدثون بلغة الأمل وقرب الفرج إن شاء الله والحمد لله اليمن بخير والحمد لله طيبين الله ولا في حاجة في اليمن نقطة إيجابية تحسب لليمنيين وتضعهم في أعلى درجة من الاحترام بتحديهم للحرب والاستسلام للانهيار. في بادرة ايجابية نظمت عدد من المبادرات الشبابية امس الخميس مهرجانا فنيا وخيريا دعما لشراء كسوة العيد للفقراء والنازحين والذي اقيم في ملعب الظرافي بصنعاء. نتابع. فرحتي هي فرحتك. نتقاسم الفرح معا في العيد. بهذه العبارات التي ملئت بها وجوه الحاضرين سعاده وابتهاجا في مهرجان فرحتي في ملعب الضرافي في العاصمه صنعاء والذي أقامته مبادرات خيرية شبابية متعددة هدفها وهمها الوحيد إدخال السعادة على قلوب العديد من الأسر النازحة والفقيرة المعدمة تشرفنا بالانضمام لهذا المهرجان والمشاركة فيه وعرض مشغولاتنا وأشياء وكافة الأشياء التي تجهى طلاب المبادرة هذا المهرجان رسالة يفهمها العالم أن اليمني بطبيعته مبتسم ولا زال يمارس حياته بشكل طبيعي هناك رسالة يقوم بها هذا الجيل هذه المواهب والكفاءات اليمنية والكنفرالات والمهرجانات بداية بسيطة لشعب أو بلد تحت القصف برنامج فرحتي كان يعتبر برنامج شامل جامع لعديد من المنظمات عديد من المبادرات الذي تقيم عمل تشابك مجتمعي مع بعضه البعض دورنا في المهرجان معنا عدة أشياء في المهرجان قدمناها خدمات تعليمية عرض الخدمات التعليمية التي تقدم المؤسسة مثلا دورات في التاهيل الوظيفي دورات في في الحاسوب ولا وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام والمحاسبه وغيره شمل هذا المهرجان على العديد من الفعاليات والمواهب والفرق الاستعراضية والفنية ومعارض الرسم بتنافس منقطع النظير بين المبادرات الشبابية لإبراز مواهبهم وقدراتهم الفنية وذلك لايصال رساله مفادها نبذ العنف وابراز المواهب والفنون. الغرض منها او الهدف الرئيسي هو تشجيع هذه الاسر وشراء منتجاتها حتى ولو كانوا قادرين على شراء منتجات الاخرى. والمفترض انهم يشتروا هذه المنتجات من اجل ان تستمر هذه الاسر وتخرج من دائره العوز او العوز. وتصبح يعني فائلة ومنتجة في المجتمع بصورة أكثر حضرنا المهرجان الشبابي يدل لك أن الشباب طموح الشباب اليمني فهناك يعني مشاركات يعني تضريز وتنمية بشرية وفنون نشكر القائمين على هذا الفعالية وتنظيمها لأنهم أتاحوا الفرصة للعديد من الشباب للمشاركة في هذا الفعالية اتاح الفرصه للعديد من المبادرات الحرفيه حاولنا انه نكون بصمتنا موجوده في مثل هذه الفعاليه مهرجان فرحتي وان شاء الله نكون موجودين بالفعل والواقع في جميع المشاركات في المجتمع فقط لأجل الأسر المتعففة تكاتف هؤلاء جميعا لمساعدتهم ليثبتوا أن التكاتف بينهم أقوى من أي أزمات قد تعصف بهم لذا اكتمل بإسعادهم فرحة عيدهم القادمة